نور هتكتب لنا عيد ميلاد زينة، وزينة هتكتب لنا عيد ميلاد نور. بتاريخ الميلاد؟ واحد حداشر خمسة وتسعين صح؟ صح. 17/10/97 صح؟ لا ايه ده؟ لا انت بجد؟ ايوه يا سنة مش كتير اكتبها 98 مش مشكلة غلطت في سنة يعني مش كتير. أربعة وعندك 24 وأنا عندي 26 أنا عندي 23 يلا صور. لا لا نعمل مشكلة نعمل فضل. بس 98 صح؟ صح يا زوزة؟ أيوه. المهم 17/10 صح؟ أيوه ده المهم. كل واحدة هتكتب طول التانية. انتوا عارفين طولكم أصلا؟ أنا عارفة طولي. وأنا عارفة طولي بس يعني هجيبها بالتقريب. 167؟ اه. 170؟ 172. انت 167؟ اه بالظبط. طيب مين مواعيده مظبوطة أكتر؟ متفقين. مين بيطبخ أحسن؟ أكيد مش أنا. ميوان؟ أنا بعمل شاي. لا يبقى أنا. مين ستايل لبسه أحسن؟ ده يعني ده أذواق دي ما نقدرش نقول فيها. احنا الاثنين. مين بيحب الخروج أكتر؟ أنا خلي اسمها بقى شمسة. مين بيتكلم أكتر؟ لا يعني عادي مش بنتكلم كتير ومش بنتكلم قليل يعني كلام عادي. مين الممثل المفضل لكل واحد؟ سؤال صعب قوي. معرفش. يا سيريسي مين المغني المفضل لكل واحد؟ اخر سؤال. عمرو دياب. عمرو دياب.